نهائي دوري أبطال أوروبا، نهائي إسطنبول بين الإنتر ومان سيتي. لو فاكرين آخر نهائي في إسطنبول كان سنة 2005 بالتحديد ما بين ليفربول وميلان، كان شوط يعتبر للميلان تقدم فيه 3-0 وشوط آخر الليفر تقدم فيه 3-0 فتعدوا 3-3 والليفر كسب البطولة ببلانتيات. طريق طرفين الفاينل السنة دي كان صعب ولا سهل؟ تعالى بقى نبدأ باللايك والشير والسبسكرايب والأهم من كل ده تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد عندنا. والبداية هتكون مع مان سيتي رود تو فاينل، بطل الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا هذا الموسم، يسعى لتحقيق الثلاثية التاريخية طريقة قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات. وقعت السيتي في مجموعة متوسطة يعتبر فيها دورتموند، إشبيليا، كوبنهاجن. في المجموعة دي تصدر السيتي بكل سهولة، ما خسرش ولا ماتش، فاز 4 ماتشات وتعادل ماتشين وحقق 14 نقطة. نتأهل لدور ال 16، يقع أمام الفريق الطموح ريد بول لايبزيج. بس أمام السيتي وهالاند مفيش أمان. فعلا في ريد بول أرينا كان لايبزيج ند بند وتعادلوا 1-1. ولكن جوارديولا يعتبر نصب الفخ عشان يعود السيتي في الاتحاد بسبع اهداف مقابل لا شيء ويتاهل الكوارتر فاينل عشان القرعه توقعه مع فريق الماني اخر وهو بطل المانيا السابق وبطل دوري الابطال 5 مرات بايرن ميونخ. استقباله بصراحه السيتي استقبله استقبال محترم جدا لدرجه ان هم خلصوا عليهم 3-0 في الفيرست ليج في ملعب الاتحاد. بس لما رجعوا في الالينز ارينا كده قال لك بص يا باشا، كان بار لسه مغير المدرب بتاعه، كان توخيل كان لسه ماسك جديد بقاله 4 ماتشات، فتعادل معاهم 1-1 وتاهل السيتي مجموع المباراتين 4-1. من هنا وصل لنص النهائي والقرعه وقعتهم مع عدوهم اللدود السنوات السابقه بالذات وهو ريال مدريد. ريال مدريد صاحب ال 14 لقب لدوري ابطال اوروبا وحاصل على لقب البطوله السنه اللي فاتت، وهو اللي خرج السيتي من السيمي فاينل بكامباك تاريخي وهدفين لرودريجو في اخر 3 دقائق، سجل هدفين وتاهل الريال على حساب مان سيتي. فجاء وقت الانتقام. جوارديولا كان مكار وحذر في نفس الوقت. لما راحوا في سانتياغو برنابيو لعب بحذر شديد جدا، لعب الكرة بتاعته العادية ولكن برضو حاول هو يمتلك او يسيطر على الكرة اكتر ويستحوذ عليها اكتر، وفعلا هو ده اللي عمله وحقق التعادل في سانتياغو برنابيو 1-1. لحد ما يروح بقى ليه لاستاد الاتحاد في مانشستر، جوارديولا قال لهم مادام انتوا احرقتونا وطلعتونا السنة اللي فاتت على ملعبكم، السنة دي هنطلعكم على ملعبنا وحنهينكم جامد جدا. وفعلا هو ده اللي حصل. كله كان متوقع السيتي بيعتمد على هالاند، ولكن كانت الحته المكاره اللي عملها الكبير بيبي جوارديولا اللي هو لعب على برناردو سيلفا، وفعلا عن طريق برناردو سيلفا سجلوا هدفين في الدقيقه 23 و37، وكده قفلنا الشوط الاول. نزل الشوط الثاني برضو نزلوا بهجوم كاسح مانشستر سيتي وتراجع لريال مدريد عشان يسجلوا هدفين اخرين اكانجي والفاريز ويقضوا على احلام الريال عشان يتاهلوا للفاينل ويوصلوا ويلاقوا الانتر. لو الانتر قاعد لوحده كده بقول له انت مستني مين؟ قال له يا باشا انا مستني اللي هيوصل معايا الفاينل. قال له ده انا اللي وصلت الفاينل. قال له يا راجل اعتقد طريقك كان سهل جدا، طريقك كان صعب جدا ووعر. طب انا لعبت بايرن ميونخ والريال ولايبزيج ودورتموند كذا. قال له لا 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 ايه ده انت بقى، انا هقول لك انا مصاري كان ماشي ازاي. ونخش بقى على الروت فاينل بالنسبه للانتر. طريق الانتر بقى كان يعتبر طريق صعب وسالك في نفس الوقت. تقول لي يعني ايه مش فاهم؟ بطل اوروبا 3 مرات، بطل كاس ايطاليا السنه دي، عايز يحقق البطوله الغائبه من اخر مره توج فيها في دوري الابطال كان 2010. فمهمته يعتبر ما كانتش سهلة في الأول، ووقعته في مجموعة قوية جدا، مجموعة الموت. الإنتر كان في مجموعة برشلونة، بايرن ميونخ، والكبير فيكتوريا بيلزن. ليحقق الإنتر المعجزة، كان كله متوقع بايرن وبرشلونة هما هيتأهلوا، ولكن الإنتر
تأهل كثاني المجموعة بعد بايرن ميونخ اللي ما خسرش ولا مباراة وتصدر المجموعة. الانتر كسب 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، تأهل كثاني المجموعة وصل لدور ال 16 وربنا كرمه الحمد لله ببورتو. في دور ال 16 لعب بورتو فعلا، ايوه الماتش كان سهل وممل في نفس الوقت، فيها هجمات بس مفيش اهداف. الفيرست ليج في جوزيبي مياتزا خلصت 1-0 وفضل رجعوا خلصت 0-0، يتأهل الانتر للكوارتر فاينل. توقعوا برضو الويفا بفريق يعتبر اصعب شويه من بورتو وهو بنفيكا. بنفيكا يعتبر كاندر دوغ بس من اكتر فرق برضو توج بالالقاب الاوروبيه خارج التوب 5 ليجز. راح الانتر في ملعب استاديو دي لويس في البرتغال وكسب بنفيكا 2-0. ونانا كان نجم اللقاء وحافظ على الشباكه نظيفه للمره الثالثه على التوالي بعد الماتشين اللي لعبهم اوديت بورتو في الراوند 16. من هنا ونانا حافظ على شباكه نظيفه بتالت مباراه في النوك اوت ستيج. بدايه المباراه بقى اللي في جوزيبي مياتزا كانت امتع واقوى بصراحه، من اقوى المباريات اللي لعبت في دوري الابطال. الانتر سجل الهدف الاول في بدايه المباراه، ثم ياتي بنفيكا ليتعادل، وبعدين الانتر في الشوط الثاني يسجل الثاني والثالث ليتعادل بنفيكا، يحط الثاني الثالث في الدقيقه 91. فالانتر يتاهل بخمس اهداف مقابل 3 اهداف في مباراه كانت ممتعه جدا. هنا بقى كان الانتر هيلعب الميلان. هو الميلان كان تاريخه زي ما حضراتكم عارفين ان هو كبير جدا في اوروبا، من انجح الفرق الايطاليه في اوروبا، حصل على 7 دوري ابطال. ولكن الاهم من كل ده والحاجه اللي تزعل شويه الانتر او تخوف الانتر وجماهير الانتر، ان الميلان بيحط على اي فريق ايطالي في اوروبا. اخر مره الانتر والميلان اتقابلوا كان سنه 2003 والميلان تاهل على حساب الانتر. والان حان الوقت لقلب الطاوله والانتقام، وفعلا هو ده اللي حصل. في السانسيرو الانتر تفوق على الميلان في بداية المباراة بهدفين مقابل لا شيء ظرف 3 دقائق، الدقيقة 8 والدقيقة 11 سجلوا هدفين وبعدين ريحوا باقي الماتش. كان في ضغط كبير للميلان ولكن برضو اونانا كان متألق، كان في ضغط للانتر ساعات في اوقات متفاوتة ولكن برضو مانيان كان متألق جدا، لينتهي المباراة بهدفين مقابل لا شيء. ليأتي الميلان في جوزيبي مياتزا، فيروح الميلان في جوزيبي مياتزا ويلاقي الانتر. ماتش كان قوي جدا، كان في ضغط كبير جدا بالذات الميلان كان عنده اصابات من ابرزها كان عيد بن ناصر، ولكن نزل بكل قوته وعمل هجمات وفرص شن خطوره كبيره جدا، ولكن برضو اونانا تالق. خطوره من الانتر، مانيان تالق، حتى تاتي الدقيقه 74 ليسجل لوتارو مارتينيز الهدف الوحيد في المباراه والثالث بي في توتال المواجهتين، والانتر يتأهل 3 اهداف مقابل لا شيء في هذه البطولة ويصل للفاينل. ده بقى هو كان تاريخ الفريقين. تعال نتكلم على ارقام واحصائيات الفريقين في البطولة. نبدأ بالانتر. الانتر لعب 12 مباراة، كسب 7، تعادل 3، خسر 2، سجل 19 هدف واستقبل 10 اهداف، طلع ب 8 كلين شيتس. ابرز اللاعبين الموجودين في هذا الفريق، اونانا حارس المرمى وباستوني قلب الدفاع المميز جدا الايطالي. هدافين الفريق زيكو 4 اهداف، لوتارو ولوكاكو ب3 اهداف. اكتر لعبة ساهموا في الاهداف، لوتارو ساهم في 6 اهداف، زيكو وديماركو ساهموا في 5 اهداف. اونانا طلع 8 كلين شيتس. الانتر وصل للفاينل 5 مرات، كسبوا 3 مرات وخسروا مرتين. الانتر عموما لما لعب مع الفرق الانجليزية في جميع البطولات واجههم 38 مرة، كسب 15 مرة، اتعادل 6، خسر 17، سجل 46 هدف واستقبل 48 هدف. مدرب الفريق سيميوني انزاجي صاحب 47 عام، احسن فورميشن بيلعب بيها 3-5-2، بيدرب الانتر منذ يونيو 2021، لعب مع الفريق 108 مباراة، فاز في 69، تعادل 18 وخسر في 21، نسبة فوزه 63.8. عكس مان سيتي اللي لعب 12 مباراة، فاز ب 7،
تعادل في 5، لم يخسر اي مباراة، سجل 31 هدف، استقبل 5 اهداف وطلع ب7 كلين شيتس. احسن لاعبين في الفريق كيفن دي بروين وايرلينغ هالاند. ايرلينغ هالاند هو التوب سكورر، هداف الفريق وهداف البطولة ب12 هدف، واكثر لعيبة ساهمت في الاهداف، هالاند ساهم في 13 هدف وكيفن دي بروين ساهم في 8 اهداف. اندرسون حارس مانشستر سيتي عمل 6 كلين شيتس في 12 مباراة. مانشستر سيتي وصل ليه الفاينل مرة واحدة وخسر اللقب. مانشستر سيتي ضد الفرق الايطالية واجههم 16 مرة، كسب 6، اتعادل 6 وخسر 4، سجل 26 هدف واستقبل 18 هدف. بيبي جوارديولا مدرب الفريق ذو ال 52 سنة بيفضل تشكيلة 4-3-3، ولكن هذا الموسم في دوري الأبطال بالتحديد بيحب تشكيلة 3-2-4-1. بيدرب الفريق من سنة أو من يوليو 2016، درب الفريق في 412 ماتش، كسب 304، تعادل في 49 وخسر في 59. نسبة فوز جوارديولا مع فريق مانشستر سيتي 73.7%. هل اتواجهوا مع بعض قبل كده؟ هم فعلا اتواجهوا مع بعض في يوم 1/8/2010. الانتر واجه مانشستر سيتي ماتش ودي، الانتر كسب 3-0. وفي بطولة بعدها بسنة يوم 31/7/2011 دبلن سوبر كاب، مانشستر سيتي كسب 3-0. فده سجل في ده 3 اهداف وده سجل في ده 3 اهداف. اعتقد هيبقى ماتش مثير جدا وقوي جدا. مانشستر سيتي اقوى هجوميا والانتر اقوى دفاعيا، فاعتقد المباراة هتكون مثيرة جدا وممتعة جدا، واتمنى اتمنى 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 اسطنبول تكون وشها حلو على مانشستر سيتي، عشان متوقع ان مانشستر سيتي هو يكون بطل دوري ابطال اوروبا هذا الموسم. هو ده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومتنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اهم من كل ده تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد عندنا. وكالعادة كان معاكم مو مدرو، واكتب لنا في الكومنتات مين اللي هيفوز بالفاينل ومين اللي هيحمل الكأس، مانشستر سيتي ولا الانتر؟ سلام.